أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حيا الله هذه الوجوه الطيبة ونفع بها الإسلام والمسلمين، ومرحبا بكم في هذه البقعة المباركة من مضيفة مولانا الحبيب إسماعيل صادق العدوي، نفعنا الله بحبه وبعلمه في الدارين، اللهم آمين. في هذا المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزين المالكي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين، وأن يبصرنا وإياكم بما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا، إنه لي ذلك والقادر عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل أحدا أسعد بما علمنا منا. قلنا في اللقاء السابق أنهينا الحديث في الباب العاشر في البرهان، تناولنا فيه الضرب الأول من أضرب البرهان عند الأصوليين، وهو المسمى بالقياس الاقتراني. واليوم إن شاء الله هنبدأ في الضرب الثاني اللي هو القياس الاستثنائي، اللي هو معبر عنه بالشرط المتصل ثم الشرط المنفصل. يقول الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين، اللهم آمين. الضرب الثاني من أضرب البرهان، قال الضرب الثاني الشرطي المتصل، ويسميه الفقهاء التلازم، وهو مركب من مقدمتين، والأولى منهما أي من هاتين المقدمتين مركبة من قضيتين قرن بأحدهما حرف الشرط ويسمى المقدم، ويسمى الآخر جزاء الشرط، ويسمى الآخر جزاء الشرط ويسمى التالي. الشيخ هنا بيعرفني يعني ايه شرط متصل، يعني ايه معنى كلمة قياس شرط متصل. فبيقول معناه ان القياس ده دائما فيه مقدمتين، زي القياس البرهاني بالضبط، زي القياس الاقتراني، هناك مقدمتين، والمقدمتين اذا صحت المقدمة تسلم النتيجة. قال لي بس انتبه هنا، المقدمة الاولى عبارة عن مركبة من قضيتين، فيها قضيتين، لأنه اسمه شرطي، فالقضية الأولى فيها بتبقى أداة الشرط، والقضية الثانية بتبقى جزاء الشرط، تكون إيه؟ جزاء الشرط. القضية الأولى على بعضها كده اسمها مقدمة، القضيتين اسمهم إيه؟ مقدمة. المقدمة الأولى فيها قضيتين، الأولى فيها أداة الشرط، والثانية فيها جزاء الشرط. اللي فيها أداة الشرط اسمها مقدم، واللي فيها جزاء الشرط اسمها إيه؟ تالي. واللي فيها جزاء الشرط اسمها إيه؟ تالي. ثم تأتي أداة الاستثناء في المقدمة الثانية. تأتي لا، الأولى على بعضها كده فيها مقدم وتالي، اللي هما القضيتين، اللي هما الجزاء، الأداة والجزاء، أداة الشرط وجزاء الشرط، دول على بعضهم كده مقدمة. ثم تأتي المقدمة الثانية، وهي دائما مصدرة بحرف الاستثناء أو ما في معناه، اللي هو معنى الاستثناء. يقول رحمه الله وهو مركب من مقدمتين، والأولى منهما، المقدمة الأولى اللي ممكن نقول هي الرقم واحد، يعني مركبة من قضيتين قرن بأحدهما حرف الشرط ويسمى المقدم، ويسمى الآخر جزاء الشرط ويسمى التالي. فيبقى عندي دائما المقدمة الأولى في هذا النوع من أنواع البرهان عبارة عن قضيتين في تركيبة واحدة، اللي هي جملة شرطية، اللي مسميها عندنا جملة إيه؟ شرطية، فيها أداة الشرط وجزاء الشرط، أداة الشرط يسمى مقدم، جزاء الشرط يسمى التالي. قال وقد يسمى المقدم بالملزوم، ويسمى التالي باللازم. ملزوم ولازم، عشان كده الفقهاء بيسموا هذا النوع من الاستدلال اسمه ايه؟ التلازم. قال ويسميه الفقهاء ايه؟ التلازم. يبقى ان سميته ملزوم ولازم يبقى دخلت ناحيه الفقهاء، مقدم وتالي دخلت ناحيه المناطقه، جزاء الشرط وفعل الشرط واداه الشرط دخلت ناحيه النحويين.
طب والمقدمة الثانية؟ قال من قضية واحدة. مالها بقى؟ إيه شرطها؟ القرن بها حرف استثناء على اصطلاح أهل المنطق، مثل لكن أو لم يقرن ويكون الكلام في معناه. يعني إما أن يكون في أداة استثناء صريحة اللي هي لكن، لكن كذا اللي هو بيسموها أسلوب استدراك لما فات، لكن أو ما يؤدي هذا المعنى، وإن لم يكن الحرف نفسه إيه موجودا. قال والمقدمة الثانية من قضية واحدة قرن بها حرف استثناء على اصطلاح المناطق على اصطلاح أهل المنطق، مثل لكن أو لم يقرن ويكون الكلام في معنى، أي في معنى الاستثناء. قال وتشتمل هذه المقدمة الثانية على ذكر إحدى القضيتين المتقدمتين تسليما، إما بالنفي أو بالإثبات، حتى ينتج منها إحدى القضيتين أو نقيضها. ده كده بيعرفني مكونات القضيتين. هو بيقول لي المقدمة الأولى مكوناتها عبارة عن قضيتين فيها الأداء وفيها الجزاء، فهي المقدم وفيها التالي. القضية الثانية هي المقدمة الثانية قضية واحدة لكن مصدرة بحرف الاستثناء. القضية دي هي واحدة من الاثنين اللي قدام. هذه القضية هي إحدى القضيتين المذكورين في المقدمة الأولى. يبقى ده معناه إن المقدمة الأولى يبقى فيها جزئين، واحد منهم هيبقى مكرر في المقدمة الثانية لكن مسبوق بحرف الاستثناء. واحد من الاثنين دول هيجي كده ويرجع فين؟ في المقدمة الثانية لكن مسبوق بحرف ايه؟ طب ليه عمل كده؟ بيقول علشان لما نحط المقدمة دي اللي هي المقدمة الثانية التي اشتملت على احدى القضيتين الاولين هيديني نتيجة، او هيديني نتيجة احدى القضيتين دول او نقضها. طبعا لان الكلام نظري تحس انه مش مفهوم. طب تعال نحطه تحت مثال تطبيقي. قال مثال ذلك قولنا إن كان الوتر يؤدى على الراحلة فهو نافلة. الجملة دي على بعضها كده اسمها مقدمة أولى، اسمها إيه؟ إن كان الوتر، أدي أداة الشرط وفعله، يبقى دي بيسموها المقدم أو بيسموها الفقهاء بالملزوم. إن كان الوتر يؤدى على الراحلة دي كده اسمها مقدم، فهو نافلة دي جواب الشرط، وجواب الشرط هنسميه إيه؟ تالي أو لازم. تالي أو لازم. يبقى الجملة دي على بعضها هي المقدمة الأولى، اشتملت على قضيتين، قضية فيها أداة الشرط وفعله تسمى المقدم، وقضية فيها الجواب تسمى التالي. إن كان الوتر يؤدى على الراحلة دي المقدم، فهو إيه؟ نافلة. طيب كده خلص المقدمة الأولى. بيقول لي إيه؟ ومعلوم أنه يؤدى على الراحلة. معلوم أنه يؤدى على الراحلة، ده معنى الاستثناء. كأنه قال إيه؟ لكنه يؤدى على الراحلة، أو يمكن يقول لكن الوتر يؤدى على إيه؟ طب لو أنا سقطها بهذا الأسلوب، لكنه أو معلوم أن الوتر يؤدى على الراحلة، مش جملة الوتر يؤدى على الراحلة هي واحدة من الاثنين اللي تقدموا، اللي هي المقدم، اللي هي إيه؟ فدائما في هذا النوع من الأنواع البراهين اللي هو القياس لاستثناء الشرط المتصل، دائما المقدمة الثانية هي أحد أجزاء المقدمة إيه؟ الأولى. المقدمة الأولى فيها جزئين، المقدمة الثانية واخدة جزء إيه؟ منهم. طيب لو أنا خدت الجزء ده هيديني إيه؟ قال اسمع كده، إن كان الوتر يؤدى على الراحلة فهو معلوم أنه يؤدى على الراحلة، النتيجة إذن هو نافلة، إذن هو إيه؟ فمن المقدمة الأولى مع المقدمة الثانية أنتج لي نتيجة مسلمة، وهو أن الوتر إيه؟ نافلة، أن الوتر نافلة. وده أسلوب استدلال الشافعية بهذا القياس الشرطي المتصل على أن الوتر نافلة وليس فريضة كما يقول الحنفي. طيب بعد ما اشرح لي يعني ايه قياس شرط متصل واداني مثال تطبيق عليه، قال لي وهذا الضرب قسمان. في سقط في النسخة اللي عندنا، النسخة اللي معايا انا ديت
اللي بتاعت الشيخ الجبوري فيها سقط، فانا هقرا، انا جبت السقط من النسخ اللي معاكم ونشوف اذا كان في اختلاف ولا لا عندكم. قال: وهذا القسم، وهذا الضرب قسمان، احدهما ان يكون اللازم اعم من الملزوم. اللازم اللي هو ايه؟ التالي. اعم من الملزوم اللي هو ايه؟ المقدم، صح كده؟ كان بيقول ان يكون التالي اعم من المقدم، فينتج على وجهين. كده كلام مستقيم عندكم؟ الكلام مستقيم صح كده؟ يبقى القسم الاول، الضرب ده على قسمين. اول قسم ان يكون التالي اللي هو اللازم اعم من الملزوم اللي هو المقدم، فهيديني نتيجة على شكلين، فينتج على وجهين، احدهما، احد هذين الوجهين، ان يكون الاستثناء عين المقدم، ان يكون الاستثناء عين المقدم، كقولنا ان كان الاستثناء عين المقدم يعني المقدمة الثانية هي عين الجزء الاول من المقدمة الاولى، مثل قولنا ان كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. لكن المثال كده مش كامل، لازم اكمل المثال عشان يتضح معايا في الاستثناء وفي النتيجة. فلو انا هكملها هقول لكنها صحيحة فالمصلي ايه؟ متطهر. لو انا كتبتها كده لكنها ان كانت هذه الصلاة صحيحة ده المقدم، التالي فالمصلي متطهر. طيب دي المقدمة الاولى، في المقدمة الثانية لكنها صحيحة، يبقى لكن اللي هي أداة الاستثناء عند المنطق، عند المناطقة، دخلت على المقدم اللي هو الجزء الأول من المقدمة الأولى، لكنها إيه النتيجة؟ فهو متطهر، فالمصلي متطهر، فالمصلي. طيب بيقول لي هنا فالمقدم إذن هو عين الاستثناء. طيب الضرب الوجه الثاني من القسم الأول اللي هيديه نتيجة برضو مسلمة، أن يكون الاستثناء نقيض التالي. أنا كان الأول إيه؟ أن يكون الاستثناء عين المقدم، الوجه الثاني أن يكون نقيض التالي وليس المقدم، يكون نقيض إيه؟ التالي. قال كقولنا، هي نفس المثال، إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. حط بقى النقيض النقيض التالي، لكنه غير متطهر. كده المثال مش عندك صح؟ لكنه غير، فالصلاة غير صحيحة، غير ايه؟ طيب يبقى علشان اقول كقولنا لكنه غير متطهر، محتاج اخد المقدمة اللي قيلت في الوجه الاول احطها قدام هنا عشان يبقى المثال مقروء معي صحيح. عشان المثال ان يكون الاستثناء نقيض التالي، عشان المثال يكون صحيح اخذ المقدمة الاولى هقول فيها ان كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. طيب ان كانت صحيحة ده المقدم، فالمصلي متطهر ده التالي، عايز نقيده بقى لكنه غير متطهر، يبقى جعلت الاستثناء نقيض المقدم، النتيجة هيدالي ايه؟ فالصلاة غير صحيحة. يبقى القسم الأول من هذا الضرب أنتج في حالتين بس، أنتج إن كان الاستثناء عين المقدم، وأنتج إن كان الاستثناء نقيض إيه؟ التالي. إن كان نقيض إيه؟ طيب ما أنا بقي عندي صورتين، طب لو الاستثناء نقيض المقدم أو الاستثناء عين التالي عكس الصورتين هيديني نتيجة؟ قال رحمه الله: ولا ينتج استثناء نقيض المقدم ولا عين التالي. من عندي اربع صور محصورة صح؟ هو ذكر ان هذا النوع من الاستثناء، الضرب الاول منه ان يكون اللازم للتالي اعم من المقدم، قال لي ده عندك فيه اربع صور، اتنين ينتجوا يعني يديك نتيجة صحيحة، واثنين لا ينتجوا. الذي ينتج معي في هذه الصورة إذا كان التالي أعم من المقدم، أن يكون الاستثناء هو عين المقدم أو يكون الاستثناء هو نقيض التالي. فبالعقل كده سألته طيب ونقيض المقدم
وعين التالي صورتين التانيين؟ قال لا ينتج استثناء نقيض المقدم ولا عين التالي. تعال خد مثال تفهم منه يعني ايه نقيض المقدم لا ينتج. طيب اسمع كده المثال ده واكتبه ورايا. لو كان هذا انسان لكان حيوانا. لو كان هذا انسان لكان ايه؟ صح، دي جملة صحيح، جملة شرطية صحيح. المقدم فين؟ لو كان هذا انسان. التالي فين؟ لكان حيوان. واضح ده؟ ده المقدم. طيب حط الاستثناء نقيض المقدم لكنه ليس انسان، حط نقيض ايه؟ المقدم لكنه ليس انسان، هينتج ايه؟ ليس حيوان. مين قال له ليس حيوان؟ ده لو انسان يبقى حيوان، ما احتمال ان يكون حيوان بس مش انسان. ليه حصرت الحيوان في الانسان؟ لو كان انسان هيبقى حيوان بس هو مش انسان، يبقى هو مش حيوان. لا، ما قد يكون حيوان من نوع اخر، صاهل، ناهق، شجره، ما شجره حيوان برضه كائن حي. يبقى انت ليه حصرته في الانسانيه؟ وزيك بيقول لك لو جعلت الاستثناء نقيض المقدم لن ينتج معك نتيجه صحيحه. واضحه دي؟ بيقول لي ولا ينتج استثناء عين التالي. خد التالي بعينه حطه استثناء، مش هديك نتيجه برضه. خد نفس المثال، لو كان هذا انسان لكان حيوان. فين التالي؟ لكان حيوان، ده التالي. خده هو نفسه خليه استثناء، لكنه حيوان. ها؟ يبقى هو ايه؟ لا لا، لو كان انسان هيبقى حيوان. لو كان انسان لكان لكنه حيوان. قد يكون انسان وقد لا يكون انسان، لان الحيوان اعم من انسان. وزيك بيقول لك لو كان التالي اعم من المقدم ما ينفعش يكون التالي هو عين الاستثناء. وهذا كله جاي فين؟ اذا كان اللازم اعم من الملزوم، اذا كان التالي اعم من المقدم، لا يصلح ان يكون في هذه الحاله هو عين الاستثناء. لان لو كان انسان يبقى حيوان، طلع حيوان مش بالضروره يطلع انسان، لكنه حيوان فعلا بس طلع حيوان صاهل، قد يكون انسانا وقد لا يكون انسان. يبقى في هذا القسم الاول اللي هو ان يكون التالي اعم من المقدم يديني اربع صور، صورتان فقط تنتجان نتيجه صحيحه اذا كان الاستثناء هو عين المقدم او نقيض التالي، ولا ينتج ان كان الاستثناء هو نقيض المقدم وعين التالي. واضح بالامثله؟ طيب قال والقسم الثاني ان يكون متساويان، متساويين، ان يكون المقدم والتالي متساويين، ما فيش عام وأخص، فينتج على أربعة أوجه. كقولنا مثلا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وذا إن كانت الشمس طالعة فالنهار إيه؟ ما معنى النهار موجود يبقى الشمس طالعة؟ ما فيش نهار، ما فيش ضوء في النهار إلا إيه؟ إلا ضوء الشمس. إن كانت الشمس طالعة فالنهار، وبيقول لي فينتج على أربعة أوجه، يعني في أربع صور هتدي النتيجة. قال وذلك لأن المتساويين يلزم من إثبات كل واحد منهما إثبات الآخر، ومن نفيه نفي الآخر. فإن جبت النقيض الأول هيديك عين الثاني، جبت نقيض الثاني هيديك عين الأول، هيشتغل معاك في الأربعة إيه؟ أوجه، لأنه وجود أحدهما يستدعي وجود الآخر، نفي أحدهما يستدعي نفي إيه؟ الآخر. قال بخلاف الأعم والأخص، بخلاف الصورة الأولانية، الصورة الأولانية فيها عام وخاص. قال فإنه لا يلزم من نفي الأعم. الجملة دي بقى كده يعني عندك في خطأ في نسخة الشيخ فركوس اللي معاه طبعة الدكتور فركوس، الجملة السطر ده كده فيه لعبكة كبيرة جدا فيها، والنسخة اللي معانا احنا برضه فيها خطأ، نسخة الشيخ الجنبولي برضه فيها خطأ للأسف. تجد عندك أربع محققين واحد يصح والباقي يخطئ ويختلفوا، مرة ده يصحح ومرة ده يصحح. النسخة اللي عندكم مين مع الشيخ الشنقيطي؟ اقرأ كده اللي عندك. فإنه لا يلزم
بما عن نسخة جلال الجهني فإنه لا يلزم من نوع الأخص نوع الأعم. ممتاز كده تمشي ولا من بس بس هي دي كفاية. ولا يلزم ايه ولا من إثبات الأعم إثبات الأخص لحد كده تمام. وبتاعت جلال نفس الكلام. نعم. بتاعت الشيخ فرقوس بقى ايه؟ مين مع فرقوس؟ معاك فرقوس؟ ايه الجملة عندك ايه؟ بعده لا لبس الجملة فإنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ولا من إثبات الأعم إثبات الأخص. لا لا في خطأ في خطأ مش كده صح كده؟ شوف هنا بقى النسخة اللي معايا بيقول ايه؟ فإنه لا يلزم من نفي الأعم نفي الأخص. طب ازاي؟ إذا انتفى الأعم انتفى الأخص. لو قلت ده مش حيوان فيقينا مش إنسان. لكن لو قلت ده مش إنسان قد يكون حيوانا من جنس الآخر. صح كده؟ طيب يبقى الصواب بخلاف الأعم والأخص فإنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. صح فإنه لا يلزم من نفي الأخص لا يلزم من نفي كونه إنسانا أن ينتفي كونه إيه؟ حيوان. لا قد يكون حيوان من جنس الآخر. ولا يلزم من إثبات الأعم هذا حيوان لا يلزم من ذلك إثبات الأخص. لا يلزم إثبات إيه؟ لأنك لما أقول هذا حيوان مش بالضرورة يكون إنسان. قد يكون إنسان وقد يكون غير إيه؟ إنسان. قال فلذلك يبطل من إنتاجها وجهان. طب هيبطل ليه؟ بعد ما كان عنده أربعة هيبطل اثنين. طيب يعني كده مثال يعني بالأمثلة اللي ذكرناها ممكن تكون الدنيا واضحة شوية في الشرط المتصل. قال أما الضرب الثالث اللي هو الشرطي المنفصل ويسميه المتكلمون الصبر والتقسيم ويسميه بعض الفقهاء نمط التعاند أسلوب المعاندة. يعني كلمة الصبر والتقسيم زي ما هي عند الأصول المتكلمين هي عند الأصوليين أيضا. والمقصود بها بالصبر الاختبار والمقصود بالتقسيم اللي هو التجزئة وحصر الأوصاف. لما بيجي يستخدم هذا الأسلوب بيحصر أقسام الشيء الذي أمامه أو أوصافه يبدأ يحصرها أمامه. ده الأول دي المرحلة الأولى. ثم يبدأ في اختبار هذه الأقسام أو هذه الأجزاء ليختار ما يصلح منها للحكم. يعني مثلا لو جيت أسألك هذا الكأس لو هو من الخمر لماذا هو حرام؟ لو ده فرضا خمر لماذا حرام؟ فيبدأ المجتهد يحصر الأوصاف التي تصلح أن تكون علة للتحريم. يقول مثلا لأنه سائل احتمال، لأنه لونه أصفر احتمال، لأنه ذو رائحة كريهة احتمال، لأنه مؤثر على في حضور العقل وغيابه احتمال. يبقى حصر الأقسام اللي هي أوصاف ما يصلح أن يكون علة اللي بيسموها التقسيم. فالتقسيم حصر الأجزاء أو الأوصاف يبدأ يلمها كده الأول قدام. ثم يأتي المرحلة التالية مرحلة الاختبار اللي هو إيه؟ أبدأ أشوف هل ده يصلح أن يكون علة؟ هل يصلح أن يكون جزءا ولا لا؟ يقول لك آه طب كونه سائلا لم يحرم الإسلام السوائل بدليل أن المية سائل ولم يحرمها الإسلام. لا لونه أصفر لم يحرم الإسلام اللون الأصفر بدليل أن اليانسون لونه أصفر ولم يحرمه الإسلام، أو البرتقال عصير أصفر لم يحرمه الإسلام. ده لأنه لونه كطعمه كريه أو رائحته كريهة لم يحرم الإسلام الأطعمة ذات الرائحة الكريهة بدليل أن أباح الثوم والبصل. قال يبقى من أربع أوصاف فسد ثلاثة ولم يبقى إلا واحد وتأثيره على العقل. يبقى إذن حرمه الإسلام من أجل أنه مؤثر على العقل. يبقى الأول حصر اللي هو التقسيم، ثم صبر اللي هو الاختبار. فكان المفروض يقول إيه؟ التقسيم والصبر. يبدأ الخطوات مرتبة لكنه بدأ من حيث الأهم، لأن المؤثر في الحكم مش الحصر، المؤثر هو الاختبار. المؤثر هو الاختبار لأن الاختبار هو اللي بيطلع لك ما يصلح أن يكون علة. يقول الضرب الثالث الشرطي المنفصل ويسميه المتكلمون الصبر والتقسيم ويسميه بعض الفقهاء بنمط التعاند، وهو مركب من مقدمتين فأكثر. برضو مركب من مقدمتين
يقترن بالأولى منهما حرف معاندة، ويقصدون به الفقهاء هنا حرف إما، إما كذا وإما كذا. فحرف الإما ده عند اللي هو إما يسمى عند الفقهاء والمتكلمون حرف إيه؟ معاندة. إحنا بنسميه حرف تقسيم، حرف تقسيم بيسموه حرف معاندة. وبالثانية حرف استثناء أو ما في معناه. طيب تعال ندي مثال. قال ومثاله قولنا هذا العدد إما زوج وإما فرد. هذه المقدمة الأولى، المقدمة الأولى بتشمل على حرف معاندة. هذا العدد إما زوج وإما هذا الحرف دخله، يعني ده يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا. لكنه زوج، هذه المقدمة الثانية دخل عليها حرف الاستثناء عند المناطقة. يبقى هذا العدد إما زوج وإما فرد لكنه زوج، النتيجة فليس بفرد، ليس إيه؟ بفرد. قال وإنتاجه على أربعة أوجه. المثال الأول، الوجه الأول يعني ما ذكر. مثال الأول هو إيه؟ استثناء الجزء الأول الوارد من عند حرف المعاندة. هذا العدد إما وإما، خذ الجزء الأول حطه استثناء هينتج نفي الجزء الثاني. ده الأول، هذا العدد إما زوج وإما فرد. طيب خدنا الجزء الأول ده حطنا استثناء لكنه زوج، هينتج إيه؟ نفي الجزء الثاني، إذن هو ليس بفرد. طيب المثال الثاني عشان ينتج اعكس، خذ الجزء الثاني. قال ومثال الثاني لكنه فرد، خذ بقى عشان تكتب المثال صحيح، هذا العدد إما زوج وإما فرد لكنه فرد، النتيجة إذن ليس بزوج. طيب المثال اللي في الاثنين ده، في المثال الأول خلي بالك لما أقول إما زوج وإما فرد يبقى عندي إما زوج ده المقدم وإما فرد ده التالي. لو عايز أقول مقدم وتالي يبقى إما زوج اللي هو الجزء الأول هو المقدم والجزء الثاني هو. في المثال الأول استثنى المقدم، في المثال الثاني استثنى التالي، صح كده؟ في المثال الثالث هيستثني، هيضع نقيض المقدم، هيضع نقيض إيه؟ هذا العدد إما زوج وإما فرد لكنه ليس بزوج، نفى نفى المقدم لكنه ليس إيه؟ النتيجة فهو فرد، فهو إيه؟ ما لما تنفي المقدم أثبتت التالي، ولو نفيت التالي أثبتت المقدم اللي هو المثال الرابع. هذا العدد إما زوج وإما فرد لكنه ليس بفرد، يبقى هو إيه؟ زوج. فهتجد الأمثلة الأربعة أنتجت عندك، الأمثلة الأربعة إيه؟ أنتجت. يقول رحمه الله وذلك أنهما قسمان متناقضان، فينتج القسمان اللي هم إيه؟ زوج وفرد، دول اللي هم المقدم والتالي متناقضين ما يجتمعوش مع بعض. وذلك أنهما قسمان متناقضان فينتج إثبات كل واحد منهما نفي الآخر، ونفي كل واحد منهما إثبات الآخر. فتلك أربعة أوجه. خلاص كده واضح الأمثلة والمنتجة بتاعت الانتاج بتاعها في الشرط المنفصل. يقول رحمه الله ولا كان اللي فات ده كله المثال كان جاي في ان الاستثناء جاي في مقدمتين، عبارة عن مقدمة اولى فيها المقدم والتالي وجاي الاستثناء بعده. هل ده شرط؟ قال لا. قال ولا يشترط ان تنحصر القضية في قسمين فقد تكون ثلاثة، يبقى عندك مقدم وتالي وثالث بعدهما. لا يشترط ان تنحصر القضية في قسمين فقد تكون ثلاثة أو أكثر. في عندي سقط أنا موجود عندكم أنتم في الشنقيطي، موجود عندكم موجود وفي الثلاث، في ثلاث نسخ موجود بس سقط هنا. اللي عندكم وسقط عندي هنا قوله إيه؟ ويشترط أن يستوي جميعها، كقولنا العدد إما متساو أو أقل أو أكثر. ويشترط أن يستوي جميعها، وفي نسخة من النسخ معاكم بتاع الشيخ الشنقيطي جمعها، طبعا دي تحريف للكلمة يعني هم مختلفين، واحد أسقط والتاني أثبت وحرف في الكلام. حظ الكتاب ده أنه لو يوجد له نسخة إلى الآن يعني تكاد تكون صحيحة بالكامل.
أربع نسخ بأربع محققين والأربعة فيهم أخطاء. عسى الله أن يقيد لهم من يبعثه من جديد. قال: ولا يشترط أن تنحصر القضية في قسمين، فقد تكون ثلاثة أو أكثر، ويشترط أن يستوي جميعها كقولنا العدد إما متساو أو أقل أو أكثر. قال: ومثاله في الفقه، عشان يبقى المثال أوضح شوية، ومثاله في الفقه مثلا نقول الزواج مثلا، عشان نقول في الفقه إما واجب، هو إيه؟ إما واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه أو مباح، دي بيسموها الأحكام الخمسة. وإحنا عندنا في الفقه يقول لك إيه، هذه المسألة يعتريها الأحكام الخمسة. من الحاجات دي يقول لك الزواج، يقول لك الزواج يدور حول الأحكام الخمسة، أحيانا يبقى واجب، أحيانا يبقى مندوب، أحيانا يبقى محرم عليك تتجوز، أحيانا يبقى يكره لك أن تتزوج، والأصل فيها أن يكون مباحا. طيب قال، شوف هنا كده قسمها كم، مش قسمين بس، مش زوج أو فرد، ده وصلت معاه خمس أجزاء. طيب قال: وإثبات كل واحد من الأقسام يقتضي نفي ما عدا، صح؟ لأنه قلت واجب انتفى الأربعة، قلت مباح انتفى الأربعة على طول. طيب يقول رحمه الله: تكميل، يعني عايز يدي معلومة كده، معلومة يكمل بها المعلومات السابقة. يقول: إذا لم يقم دليل على قضية، الدليل بهدفه إيه في القضايا؟ إما إثبات صدقها أو إثبات كذبها. قال: إذا لم يقم دليل أي على صدق هذه القضية يعني، فقد يستدل على إثباتها ببطلان نقيضها، طبعا عندنا سقط هنا، أو يستدل على بطلانها بإثبات نقيضه. لو أنت معكش دليل على أن العدد زوج أو دليل على أن العدد فرد، يبقى عشان تثبت واحد محتاج تنفي الثاني، وعشان تنفي واحد محتاج تثبت الآخر. يستدل على إثباتها ببطلان نقيضه، ويستدل على بطلانها بإثبات إيه؟ نقيضه. قال: والقضيتان المتناقضتان هما اللتان، ما كده معنى أن ما تقدرش تجمع بينهم، ان حصل نوع من التناقض. قال لي: بس خلي بالك، القضيتان المتناقضتان هما اللتان اذا صدقت احداهما كذبت الاخرى وبالعكس، هما اللتان اذا صدقت احداهما كذبت الاخرى وبالعكس. طيب يعني مش ممكن يجتمعوا، لان احدهما صادقه والاخرى ايه؟ كاذبه. واثبات صدق الاولى يثبت كذب الثانيه وينفيها، والعكس صحيح. قال: ويشترط أن يكون المحكوم عليه في القضية في القضيتين واحدا، وأن يكون الحكم واحدا، وحينئذ عندي في النسخة اللي معانا مكتوب وجنسه، طبعا ده تحريف للكلام يعني. قال: وحينئذ يصدق الحكم على النقيض. العلماء بيقولوا عشان تثبت أو تبين التناقض بين القضيتين أو بين القضايا، التناقض يظهر في الكم وفي الكيف. الكم اللي هم بيسموه الصور، هي كلية ولا جزئية؟ فلو أحدهما كلية والأخرى جزئية حصل يحصل تناقضه. والكيفية اللي هو الإيجاب والسلب، الإيجاب والسلب، فلو كانت كلية موجبة يبقى ناقضها جزئية سالب، ولو كانت جزئية موجبة يبقى ناقضها كلية سالبة. فالموجب نقيض سالب، والكل نقيض بعض، نقيض جزء يعني. لما تحط الكيفية والكمية، كمية الأفراد اللي هو الصور وكيفيتها إيجابا وسلبا، إما أن يتفق فيحصل الصدق في الاثنين، وإما أن يختلف فيحدث صدق أحدهما وكذب الأخرى. خذ مثال توضيحي، بيقول لي إيه؟ كل إنسان حيوان، كل إنسان دي كل يبقى كلية، كل إنسان حيوان إيجاب وليس سلب، يبقى كلية موجبة، صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. يبقى النقيض بتاعها لازم يجي جزئي وسلبي، ما ينفعش عشان يدي نتيجة كاذبة، عشان يديني إيه؟ عشان يكون كاذبة، عشان يحصل التناقض. طيب لو أنا قلت كل إنسان حيوان، النقيض هيبقى إيه؟ بعض الإنسان ليس بحيوان،
بعض الإنسان ليس بعض، يبقى نقيض كل. ليس بحيوان سلب يخالف حيوان. طب وهل بعض في فعلا بعض الإنسان ليس حيوان؟ هتلاقي إنسان مش حيوان ينفع؟ طبعا انت هتضحك لان انت ذهنك راح للحيوان اللي هو بمعنى المصطلح عليه، لكن هنا الحيوان مش المصطلح عليه، هنا الكائن الحي. فهنا خلينا نقول كائن حي، حيوان انت بتقيده بقى بانه ناطق بانه ضاحك بانه كاتب، بس هو في الاصل كائن حي. هل انسان يوجد انسان ليس كائن حي؟ دي قضيه كاذبه. لما تقول كل انسان حيوان قضيه صادقه كليه موجبه. هيبقى النقيض بتاعها لو دي كليه يبقى النقيض جزئي بعض، ولو دي موجبه هيبقى النقيض سلبي ليس. فلو كل انسان حيوان هو بيقول لي بس عشان يحصل التناقض عاوز الموضوع يكون واحد والحكم يكون واحد، الحيوان والانسان. عايز انسان هنا وحيوان ويكونوا هما الاثنين موجودين هنا، الاثنين في الاثنين، بس خلف لي في الصور اللي هو الكم، وخلف لي في الكيفية اللي هي الإيجاب والسلب. فأنا خدت إنسان وحيوان في الجزء الأول وإنسان وحيوان في الجزء الثاني، خدت كل في الجزء الأول كل إنسان، خدت بعض في الجزء الثاني القضية الثانية بلي بعض الإنسان، خدت إيجاب في الجزء الأول كل إنسان حيوان، وتحطت سلب في الجزء الثاني ليس حيوان، فبقى بعض الإنسان ليس. فهينتج عندي قضيتين، إحداهما صادقة بيقين والأخرى كاذبة بيقين. إثبات صدق أحدهما يقتضي كذب الأخرى، فلا يجتمعان. فلا إيه؟ لما ينفعش صدق وكذب يجتمعوا مع بعض. فدول بيسموها القضايا المتناقضة. التناقض يأتي كما وكيفا بشرط أن يتحد الموضوع والحكم. الموضوع هو الإنسان في المثال بتاعنا، والحكم هو حيوان. واضح يا أخوانا؟ طيب. هذه نسخة يشترط أن يكون محكوم في قضيتين. المحكوم عليه اللي هو الإنسان، أنت بتحكم على الإنسان بأنه اللي هو الموضوع، مش عندي محمول وموضوع. الموضوع المحمول هو الحكم، والموضوع المحكوم عليه. طيب، بهذا يكون قد انتهى الفن الأول بأبوابه العشرة، وينتقل الحديث إلى الفن الثاني من علم أصول الفقه في التعاريف اللغوية، قال وهي عشرة أبواب. الباب الأول قال في الوضع والاستعمال والحمل، في معاني هذه المصطلحات، يعني وضع يعني استعمال يعني إيه حمل. قال رحمه الله، وطبعا هذه الأوضاع الثلاثة بيستعملها الأصول بيحتاج إليها، لأن استدلال الأصول بالألفاظ بيدور على هذه المعاني، حول هذه المعاني الثلاثة. يقول رحمه الله: أما الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى. هم العلماء بيقولوا إيه؟ وضع اللفظ بإذاء المعنى. هو عايز يقول دليل على المعنى، مش دليل لإثبات، دليل يعني مرشد للمعنى المطلوب. جعل اللفظ أن يضع علماء اللغة أو أهل الاصطلاح هذا اللفظ لهذا المعنى، فإذا أطلق اللفظ ينصرف إلى المعنى فيصبح دليلا على المعنى. والعلماء بيعبروا عنها وضع اللفظ بإزاء المعنى، يعني هو موضوع لهذا إيه؟ المعنى. قال: وهو على قسمين، وضع أولي يعني اللي هو الوضع الأول، أول وضع لهذا اللفظ. قال: وهو الذي لم يسبق بوضع آخر ويسمى المرتجل. زي مثلا لما حد يتولد كده ويسموا لك هنسمي الولد ده زيد، يا أول تسميه خلاص هو سماه ايه؟ زيد. فصار كلمة زيد إذا أطلقت تنصرف إلى هذا الولد. ليه؟ خلاص بقى علم عليه. لما عندك أولاد في البيت وأنت سميت كل واحد منهم باسم، فمجرد ما تضع هذا الاسم أولا لفلان خلاص انصرف إليه، فإذا أطلق انصرف إلى هذا ايه؟ الولد. قال: وهو على قسمين، وضع أولي وهو الذي لم يسبق بوضع آخر، مثال كتسمية الولد زيدا مثلا، ويسمى بالمرتجل. ووضع منقول من معنى إلى معنى آخر، يعني كان وضع لمعنى في الأول ثم نقل إلى معنى إيه؟ آخر. زي عندنا مثلا الألفاظ الشرعية اللي هي الصلوات مثلا، الصلوات الصلاة والصوم والزكاة وضعت في الأول لمعاني ثم نقلت إلى معان إيه؟ أخرى. طيب، فالصلاة مثلا وضعت للدعاء ثم نقلت إلى أفعال وأقوال مخصوصة على سبيل المثال.
لكن هذا المنقول من معنى إلى آخر ينقسم فقال وهو على قسمين. طيب منقول لعلاقة وهو المسمى بالمجاز، منقول لعلاقة يعني وجه شبه بين المنقول والمنقول عنه، كلمة علاقة يعني في رابط بيربط، علاقة تربط بين المنقول والمنقول عنه، المنقول إليه والمنقول عنه. وذلك مثلا كتسمية الإنسان بلفظ الشجاع، والشجاع معناه كإطلاق لفظ الأسد، لفظ أسد على إنسان، مش تسمية إنسان بأنه أسد. أنا ممكن أسمي أسد الله تسمية اسم، والاسم ده وضع أولي لا يعني مشابهة، لكن أن أصف إنسانا بالأسد معناه أنا شفته في موقف شجاع لا يخاف، فوصفته بصفة، ما قلتش ده شجاع، سميته باسم من اتصف بهذه الصفة. وذلك كلمة الأسد إذا أطلقت تعني عند الذهن الشجاع القوي، الأسد المفترس. طيب إيه العلاقة بين الحيوان الذي وضع له هذا الاسم ابتداء اللي هو الحيوان المفترس، وبين الرجل الذي استخدم هذا الاسم له مرة أخرى؟ كلمة الأسد وضعت وضعا أوليا للحيوان المسمى بالأسد اللي هو الحيوان المفترس، ثم نقل